السلام عليكم، صباح الخير متفائلون ومتفائلات، الناس الإيجابية. ميراكل مورنين، معجزة الصباح. راكم عارفين فوائد الاستيقاظ مبكرا، ما نحتاج نزيد نشرحها. الفيق بكري كيقولوا ناس زمان بالذهب مشري، ولكن كيفاش بالذهب مشري؟ وبصراحة أنا بالنسبة لي الذهب هو داك العادات الإيجابية اللي غتطور مع الوقت. غادي تفيق بكري، غادي تصلي مثلا، غادي تنوض تريني، غادي تفطر توجد الفطور ديالك، كنتي خدام بعيد غادي تربح وقت في الطريق، تقدني خاوية طريق خاوية. هذا غير بعض النقاط من فوائد الاستيقاظ مبكرا. فما بالك مجال صحي، لانك كتنعس بكري، الميلانين والهرمونات ديال الضغط الكورتيزول الانسان كيتخلص منهم، مهم مجال طبي، يعني عدة فوائد. ومع الوقت كتديفلوبي واحد هاد لي كومبيتونس وهاد الكفاءات. ويقول المثل كفاءاتك تؤدي فواتيرك، يور سكيلز باي يور بيلز، تي فاكتور تي كومبيتونس باي تي فاكتور. دونك هذا هو علاش الفياق بكري الذهب مشري، لان من بعد فاش غتولي تربح واحد الفلوس غتقدر تشري بهم الذهب. المهم هذا مجرد راي، ما علينا. انا التحدي اللي كنتحدى به راسي اولا هو نشد واحد المده طويله نبقى نفيق بكري ونصلي الفجر. ان شاء الله الحمد لله بدات دابا مع شعبان، كاين اللي بدا تبارك الله البرنامج قبل، كاين اللي ديما عنده هذا البرنامج. الناس واعره واصله مجموعات الرابعه صباحا والخامسه صباحا والسادسه صباحا. انا يلا كنتقاتل باش نرجع للسادسه صباحا، غادي مع الفجر. دابا الا جرت اذن تقريبا مع 6 وقسمين 6 7 دقائق تقدر تصلي مع 6 وثلث. دونك ستيب باي ستيب، انش باي انش، بلاي باي بلاي. اذا هذا انا كنرفع التحدي مع راسي، وعلاش لا كاملين ان شاء الله نديروا تحديات مع راسنا. هو دابا ان بروغرام ديال 30 60 يوم تخدمو، تفيق بكري، تصلي، تقرا القران، تقرا الكتب، توجد الفطور ديالك، تجمع الفلاش ديالك. راه شفت واحد الفيديو ديال واحد الجنرال ميليتير قال لك اول الاهداف اللي تقدر تحققها هو تجمع الفلاش ديالك. بنادم ضحك وسي نورمال، تقول ويلي هذا وي، قال لك هدف صغير موراه نوض توجد الفطور ديالك، زيد تصلي، زيد المهم هما الصلاه على حساب تريني، هدف صغير صغير صغير، ستيب باي ستيب، انش باي انش. حيت الاهداف الكبيره صعود الجبل مثلا، ماراثون مثلا، راه كيبدا بخطوات صغيره. دوك ديك الخطوات الصغيره هي اللي كتعطيك الرغبه انك تزيد الامام. هذيك تحديات الحياه ما كيفوش بها الاقوى ولا الاغنى، ولكن كيفوز بها الانسان اللي ما كيستسلمش. دوك لهذا نتحداو بعضياتنا في الخير ان شاء الله، نقراو كتب، نطوروا راسنا، نخدموا، نبحثوا على اشياء جديده، افكار جديده، وان شاء الله ان شاء الله غادي نوصلوا للقمه باذن الله كاملين ان شاء الله. قلبوا على التوازن، التوازن هو اللي كيخلي الانسان يمشي بعيدا. العمل الفردي يذهب بك سريعا، ولكن العمل الجماعي يبقيك طويلا. كذلك التوازن بحال العجلات الاربعه ديال السياره، هما اللي كتستركتور ديالنا الروحي الفكري الجسدي النفسي. دي ستركتور اللي خص الانسان يخدم عليهم يوميا بدون ملل. الا خدمتي عليهم غتمشي طريق طويله. وخذ زيد عليهم الايجابيه، زيد عليهم التفاؤل. التفاؤل الايجابيه ضروري، هو داك الفيول يعني المازوت ولا ليسونس، الوقود اللي يخليك تزيد الامان. تفائلوا بالخير تجدوه، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نشوفكم في القمه، يلا سلام عليكم، تحياتي.